وكنظن بانه جميع المستهلكين اللي هما كيقتني واحد السكن ولا واحد العقار ملي كنشري ما زعما المبلغ اقل كلفه اللي كاين في العقار هو 250 الف درهم هنايا وما فوق. إذا 250 الف درهم الى قارناها مثلا مع 2000 درهم ديال خبره اللي غادي نوظفها انا في خبير، فكنظن اول حاجه اللي غادي ندير هو انني نمشي يكون معايا خبير اللي هو غادي يعين لي هذاك المسكن اللي غادي ناخذ ويشوف لي العيوب ديالي اللي هي ظاهره. الى سجلتها فالمنعش العقاري ملزم انه يكملها، والموثق هو ملزم انه البيع ما يدوزوش الا بعد ما ان المنعش العقاري كمل هذوك الاصلاحات. ثانيا عندي كذلك ما بعد البيع حتى ولو نشري القانون كيعطيني عامين ديال الضمان حمايه المستهلك. القانون كيعطيني عامين ديال الضمان فوق ما بانوا شي عيوب اللي هي اصلا ناتجه على عيوب الشيء المبيع واللي هي كانت خفيه. فبالتالي هنايا انا كذلك نعيط على خبير يدير لي يقيم لي هذاك الشيء كله اللي وقع، يبين لي العيوب ديال البناء ويعطيني ويحدد لي الدرجه ديال الخطوره فيه ويحدد لي المسؤوليه كذلك ويقيم لي حتى التكلفه ديال الاصلاح. واخا هادشي دائما داخل سنتين، من بعد العامين ما كيبقاش عندك الامكانيه انك من بعد عامين ما كيبقاش كتبقى عندك غير ضمان اخر اللي سميتو الضمان العشري، ولكن هذا كيهم الاستركتور ديال البني.